اكيد دور المجتمع المدني دور بارز بما ان نفوذ شعبيه. سمعنا ان في مؤتمر يوم 17/12 يختص باعاده بناء الدبلوماسيه المصريه، وعلمنا بمشاركه حضرتك كسبيكرز او كمتحدث رسمي في المؤتمر. مثل هذه المؤتمرات اهميتها ايه في المرحله الجايه لدعم الدبلوماسيه المصريه سواء في الداخل او في الخارج؟ يعني هو المفهوم اللي احنا هنتكلم فيه في المؤتمر اللي سيادتك تفضلت وذكرته ده مفهوم جديد في الدبلوماسيه اسمه الدبلوماسيه العامه. الدبلوماسيه العامه هي دبلوماسيه يعني تحسين الصوره والحفاظ على الصوره الذهنيه لاي دوله في نفوس الدول الاخرى. بتستعمل فيها كل انواع او مواطن القوه اللي موجوده في دولتك. يعني انت الدبلوماسيه العامه مثلا بالنسبه لمصر يجب انها تستعمل مواطن القوه في الثقافه المصريه، في القوه الناعمه بتاعتنا زي الازهر، زي الكنيسه المصريه، الكتاب الكبار، الفنانين، الرسامين، النحاتين، الفنانين، الفرق الاستعراضيه، كل ديت مواطن قوه. انت عندك الافلام المصريه لازم ان انت تستعملها ايضا. ده بيكون يعني خط معين بتقوم به السفارات في الخارج، وهي الانفتاح على الشعوب نفسها، يبقى اتصال ما بين الشعوب والشعوب مش المسؤولين والمسؤولين. الدبلوماسيه العامه قايمه على فكره الاتصال مع الشعب نفسه، وبحيث ان السفارات المصريه في الخارج يجب انها دلوقتي تكرس نفسها في فكره الانفتاح على الشعب اللي هي موجوده بتمثل مصر. خلال يعني احنا كنا في المانيا، كانت السفاره المصريه مقصد ثقافي، في محاضرات، في معارض صور، في ندوات، يعني كل الانشطه الثقافيه اللي ممكن تتخيلها كانت بتجرى. فهو ده المطلوب، ان شعب الدوله اللي انت موجود فيها يشعر ان هذا المبنى مش مجرد اسوار عاليه واسرار وكده، لا ده ابواب مفتوحه يقدروا يروحوا يزوروا فيها يعني هذه الدوله من خلال السفاره، ويبتدوا يكون في تفاعل مع الدبلوماسيين الموجودين في الدوله نفسها.